اهلا وسهلا البنات، كديرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم مزيان؟ صبحتوا بخير وعلى خير. نتمنى تلقاكم هذا الفيديو تاعي بخير وعلى خير، تكونوا بصحه جيده وتستافدوا من الفيديو ديالي يا ربي، وتعطيوني رايكم حتى انتم، وتخليوا لي واحد الكومونتير يكون زوين، واحد اللايك للقناه باش بيه تنزيد ان شاء الله لقدام، دائما نعطيكم الجديد يا ربي. المهم، على بركه الله، اللهم صل وسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا هنايا معلقه ديال الخميره، معلقه غير صغيره، الشاصيه ديال الخميره حتى هي حمراء، واحد رويس تاع معلقه تاع التسميده اللي بغاها، اللي ما تيديرهاش ما يديرهاش، واحد المعلقه صغيره ديال الملحه تاع هي اذواق، اللي ما تياكلش الملحه الله يجيب ليه الشفاء ما يديرهاش، ماشي ضروريه. عندنا هنا واحد جوج كيسان ديال العنبه ديال السميده رقيقه ديال الحلوه، نقولوا ديال بسبوسه، باش نديروا بسبوسه، وبحالهم عندنا ديال الماء نفس العباره، باش عبرنا السميده تنعبروا الماء، جوج كيسان ديال السميد، جوج كيسان ديال الماء بحال هكا كما وريتكم في الصوره. ها انتما دابا على بركه الله نخلط قدامكم. ها انتما بسم الله الكاس الاول كما تشوفوا، غنزيدوا الكاس الثاني هكا، دائما العبار باش تنعبروا السميده باش تنعبروا الماء هكا. دابا هاد البغرير غير ديال السميده، كاين بغرير اللي بديري غير بالقمح بوحدو، كاين اللي بديري بغرير بالفينو وشي تاع السميده والفورس، كتقسميهم على ثلاثه، كاين غير الفينو والفورس. انا اللي ما اختاريت لكم غير بالسميده، حتى انا عندي غير السميده، غادي نديرو بالسميده، شاركت معكم. مهم، هنا عندنا ديك المعلقه ديال الخميره، الراس تاع المعلقه ديال الخميره، شويه سنيده، شويه تاع الملحه، الملحه غادي نخليها حتى الاخر باش نخلط غير سنيده والسكر او سنيده والخميره، هما الاولين غادي نخلطهم، والمليحه غادي نخليها هي الاخرى شويه بلاتي. تشوفوها معايا غنعاود نديرها، ها هي غادي نخلط دابا بحال هكا مزيان. ها هما دابا نضرب به مزيان 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 بحال هكا، ونديرو الطحن 5 دقائق مزيان. انا غنوريكم كيفاش، الا تيوك تجيني السميده تجيني خايف، انا غادي نوريكم غادي تجيكم السميده خايف كيفاش تيطحن. غادي نزيد هاديك المليحه اللي قلت لكم، ها هي ما عندوش مع الملح او ما تياكلش الملح الله يجيب ليه الشفاء ما يديرهاش. هانتوما كما تشوفوا الخليط كيفاش تيبان، هانتوما دابا غادي يطحن، وغادي تشوف واش غادي نزيد الماء ولا غادي نكتفي بدوك جوج كيسان ديال الماء. دابا غادي نطحنو قدامكم، هاهو باش نوريك كيفاش تضربي بيه 5 دقائق وتحبسي باش يكمل 5 دقائق ديالو. هانتوما شفتو، ونعاود عاوتاني هانتوما دابا تنطلع عليه تلقاه مازال خاصو شويه ديال الماء. هانتوما شوف شحال تاع الماء غادي نزيد، شفتو شويه تاع الماء، وغادي نزيد ديك الشاصيه ديال الخميره، ها هي غادي نعاود نطحن. هانتوما شوفوا كيفاش تيجي باش تعرفي البغرير انه جا ناجح، شوفوا هانتوما شفتو، ها هو ولا تيبانو فيه شي فقاعات، تعرفي ان البغرير ناجح، شتي كامل فقاعات، يعني دوك هكاك فيه ما عرفتش غادي نسميهم، مشات ليا اللغه. هانتوما المهم النتيجه قدامكم، ها يعني شارحه راسها براسها. هانتوما باش تعرفي تاكدي ان البغرير تاعك يعني ناجح وتبعتي الطريقه مزيان، شوفي كيفاش غيبان لك من الوسط. هانتي انا تعمدت نصور لك هذه اللقطه باش تلقيه تيدير ديك الحفره هكاك في الوسط فاش تكوني طحني، ها
تعرفيه انها بغرير يعني راه ناجح، يعني ما تخافيش منه، خليه يرتاح 5 دقائق، لان احنا هنا في الجنوب عندنا الصهد، عندنا الحراره مرتفعه بزاف، يعني غادي نخليه 5 دقائق. الا كثرت اكثر من 5 دقائق غادي يلقاه خمر بزاف، ولا العجينه تاعته ثقيله، ما غاديش يجينا الطياب، ولا تيعود البغرير ثقيل اكثر من القياس ديالو. يعني ترى طيبتي تجي ديك البغرير تجي ثقيله، تجي يعني ما عاطيش، يعني ما تتعجبكش، ماشي بحال لا طابع، لا يعني ماشي لا خليتيه غير القياس تاعو وجيتي طيبتيه تيجي بغرير خفيف، يعني العين تتاكل قبل الفم. هادشي اللي بغيت نشرح لكم، حنا في الجنوب عندنا الصهد، داكشي علاش ديما تنقول لكم انا في بغرير تنقول لكم 5 دقائق نبدا نطيب، لان علاش حنا عندنا الصهد. المنطقه العاوتاني المناطق اللي باردين وهذا راه تيعطيو نص ساعه ديالو ولا 40 دقيقه ولا على حسب الجو اللي عندهم، وما حنا عندنا الصراحه عندنا الحاره بزاف، هذا علاش نقول لكم دائما بغرير 5 دقائق تبداي طيبي فيه. يلا انتم تسناوني غادي نجمع هاد الربينه ديالي باش قديت، ونجبد القيله تاعتي وتشوفوني ان شاء الله كيفاش غادي نطيب. وما تمشيو فين، ما تنساونيش بواحد اللايك زوين بحالكم، تبارطاجيو ليا الفيديو مع الاهل والاصدقاء والاصدقاء ديالكم وديروا لي جيم من القناه، وما تنساونيش ان شاء الله بالدعوات تاعتكم الزوينه، يا ربي تحفظكم وتخلي لكم تنتم وليداتكم ومعز عليكم، والله يجازيكم بالخير، واللي خلى بصمه وخلى واحد القليب زوين وخلى واحد كومونتير زوين، الله يرحم الوالدين والله يجعلها له في الميزان المقبول يا ربي، ولا يجعلها صدقه جاريه على الوالدين ديالو. وهادشي اللي كاين اخواتي، تسناوني نشوفوا بغرير تاعنا ان شاء الله، باش ان شاء الله العشيه نعمروا بريري تاعتي ونتلاقاو. يلا خليكم معايا، ها انتم البنات شوفوا، هو انا بديت دابا تنطيب فيه، ها انتم شفتوا كله فقاعات هكاك طالعين، ها انتم البنات هاي اول وحده، ها انتم هذا تكاس غيوه بيتي باش نجرب، ها انتم شفتوها، هيا خاصة واحد شوية توت شوية توت شوية توت، هيا الحشية تشد راسها مزيان وغنوريها لكم. هانتوما البنات ما شاء الله، ها هو كيفاش جم، انا كملت الطياب ديالو مع شويه ديال الزبده بلديه بطبيعه الحال، اللي بغى يدير عسيله يديرها، انا ما عنديش مع العسل صراحه، نتوما لكم الاختيار، اللي تيبغي العسل اللي يديرو معاه شويه العسل، اللي تيبغي الزبده بلديه شويه زيت العود، كل واحد والذوق ديالو الوقت تختلف. المهم انا ما عنديش مع العسل ما تنستعملوش. ها هو كيفاش جا ما شاء الله تبارك الرحمن وتبارك الله عليا، نبدا نشكر راسي انا الاولى، بعدا عاد نشوف نتوما شنو غادي تقولوا ان شاء الله. يلا بصحتكم، كل واحد تبارك الله ما شاء الله عنده خير في دارو، انا غير شاركت معكم الطريقه هي بسيطه، لكن انا بغيت نشاركها معكم، كنتمنى نتوما تشاركوا معايا الطرق ديالكم في البغرير ان شاء الله، وتنتسنى الراي ديالكم، تنتسنى الكومنتير تاعكم يكون زوين، وديروا لي لايك للقناه واشتراك، وتنشكركم كاملين جزاكم الله خيرا. يلا في رعايه الله.